أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من جامعة بير زيت الصمود. إحنا اليوم يا جماعة بدنا نروح ندور على مواهب. الجامعة ملاني مواهب، ملاني ملاني مواهب جميلة جدا، فإن شاء الله نتوفق بمواهب حلوة زي ما توفقنا فيها قبل. وبصراحة رجعنا عليها كمان مرة لأنه كمية المواهب اللي شفناها هون في الجامعة تستحق إنه تطلع معنا على شاشة عريقة مثل رؤية. بسم الله. في عندكم موهبة؟ لا للأسف. لا سادة؟ لا سادة؟ شو يعني؟ لا مواهب ولا حظ ولا شيء. لا الصراحة موهبة؟ لا موهبة؟ لا والله. مدرسك النوارة فيك العالم مختارة، محمود رزق النوارة فيك العالم مختارة. موهبة مكبوتة جوا. طب طلعها يا زلمة، اعمل لك برنامج كامل انا يا زلمة، طلعها ما شاء الله. بندور حدا عنده موهبة. الشاب صوت غنائي بلبل عندك؟ عند الشاب عندك؟ ممكن تغني لنا شيء، تعمل لنا شيء؟ بس شوف عشان شرط البرنامج بدي اياك تعمل شيء قدام ناس. جهاد عنده موهبة النشيد، تمام؟ بنشد صوته حلو، فبده يحكي لكم شيء هلا، وإذا عجبكم الموضوع شو بدنا نسوي؟ كف عنيف، يلا تفضل يا صديقي. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأدوب في ساحاته بين المساجد والمنازل. رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائل. مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل، مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والنوازل، نامت عيون صغارهم واستيقظت نار المعاول.